ورحب بكل من التحق بنا لمتابعة برنامج على الموعد. نمر لموضوعنا الموالي، ومن منا لا يحب العطور؟ بل قل من منا لا يعرف الجاذبية الخاصة التي تعكسها العطورات على شخصية الرجل، وطالما بقي في ذاكرتنا عطر ما لأنه ارتبط بشخص ما أيضا، قد نكون أحببناه وقد نكون لا أيضا. موضوع العطر خلينا نتذكر روايات وأفلام كان البطل فيها العطر، حول تصاميم العطور وعلاقتها ببرستيج الرجل وحضوره المميز. نرحب السيد عادل حمدان، مدير عام توزيع العطورات ومستحضرات التجميل في مجموعة باريس جاليري. أهلا وسهلا فيك، حالك؟ مساء الخير. مساء النور. تمام. عم نحكي عن العطور ومهنتك في العطور، واكيد جميل جدا الواحد يعمل هيك ميدان هيك بتصور. قد ايه مهم العطر للرجل؟ قد ايه بيعطينا فكره عن شخصيه هالرجل؟ قد ايه بيعطينا فكره عن هيك حضور هالرجل؟ العطر، الرجل لما يختار العطر بيختار العطر لينعبر على مش بس شخصيته، بل بيعبر عن شخصيته وكمان المناسبه يلي هو فيها، وحتى بيعبر على هو الطبع يلي فيه. يعني إذا كان رايح فرصة، رايح يشتغل، عم بيظهر عشية لأنه حابب أنه يلاحظوا العالم، فهو العطر عنده كتير ميزات وعنده كتير مثل ما بيقولوا فسات، يعني نواحي. نعم، يقال العطر المناسب للوقت المناسب. متى شو الأوقات أو في هناك عطور تناسب أوقات معينة عن غيرها من الأوقات؟ يعني كيف نختار العطر في الوقت مثلا الصباحي، أو في عطور صباحية أو في عطور مسائية؟ كيف ممكن الواحد يختار عن طريق هذه العطور؟ في عطور الواحد يستخدمها بالنهار، مثل عطور يلي هي أكثر خفيفة، فريش، فيها ليمون، فيها نوتس من البحر، فهي منا قوية كتير ومنا كتير حلوة، بيقولوا فيها سويتنس. بتستخدم هيدي بالنهار لأنه ما بتكون كتير قوية، لأنه الشخص رح بيكون بالشغل، بيكون عم يتعامل مع كتير، عم يتعامل مع ناس، فما بيحب إنه يكون كتير عم بيكون بيضايق العالم، فبيفضل إنه يكون عطر واحد بيلاحظه بس ما بينزعج منه. وفي عطور كمان تستخدم بالصيف وتستخدم بالشتاء، عطور شتوية وصيفية. طبعا في كتير يعني في تشكيلات عطور لكتير مناسبات. أما العطر الواحد بيستخدمه عشية لما يظهر، هو مثل اللبس، لبس النهار بيكون أخف، بيكون سهل لبسه، ولبس عشية بيكون بيلبسه واحد ليبرز ليعجب، فلازم يبين، فلازم واحد يلاحظه، ما لازم يكون إلا كل العالم تلاحظ تقول شو حاطت هذا الشخص. بتحس ما كتير ناس هيك بيغيروا عطرهم الصبح لبالليل، مثلا الصبح يحطوا شيء وهذا ثاني بالليل يحطوا شيء تاني، ولا مش بالمنطقة عندنا الناس عندهم تشكيلة عطور كتير كبيرة. فبيستخدموا عطر للنهار وعطر لليل وعطر لما يروحوا عند عالم وعطر لما يكون عند الأصحاب، لأنه منهم ما بيحافظوا بس على عطر واحد، بينما ببقية العالم الناس بيستخدموا عطر واحد وبيستخدموا قليل. ففي حسب البلدان، حسب العادات. طيب بتغير. يقال انه منطقة الخليج العربي يمكن اكثر من اكثر الشعوب استهلاكا للعطور، حتى لدرجة ان بعض بيوت العطور العالمية قد يمكن تطرح بعض العطور في منطقة الشرق الاوسط احيانا قبل ما في اماكنها. هل هذا صحيح ولا هذا يمكن على حسب؟ هذا صحيح. بالمنطقة الخليج العربي في استهلاك للعطور بعشر أضعاف عن بقية العالم. هل قد؟ كتير كتير، لأنه عندك الناس يشفوتوا على محلاتنا. نحن مثلا عند باريس جاليري عندنا تشكيلة كتير كبيرة، والعطور بتمثل قسم كبير من مبيعاتنا، لأنه نفس الأشخاص بيفوتوا كذا مرة في الأسبوع، بيجوا بيدخلوا بيشوفوا شو في جديد، بيحبوا يجربوا. فعند بفوت عند العالم بالبيوت بتلاقي 20 30 عطر، قنينة عطر، وبيستخدمون كم يوم، يا اما اذا حبون بيستخدمون وبيرجعوا بيشترون. بينما باوروبا بامريكا بيكون عنده قنينة واحدة بضاينون اشهر. شو تفسيرك استاذي؟ يعني اول شيء هيدي شغله بالعادات وبالتقاليد عندنا بالمنطقه، انه استخدام العطر شغله بيستخدموها مش بس على حالهم، بس بيعطروا البيوت، بيعطروا الثياب، وفي عنا تراث يعني من هالناحيه. الشعر ايضا عند النساء طبعا.
الشعر وغير العطور كمان بنستخدمه الكريمات المعطرة دهن. هي الكريمات والدهن اللي هي بتخلي العطر يداين أكثر. فهيدي عنا عوائد بترجع لزمانات قديمة، بينما بقية العالم هيدي العوائد مش موجودة. نعم. طيب يقال بأن دائما العطر لما تشمه على حد ثاني ما تشتري، من أنه ممكن العطر يكون عليك ريحته تختلف عن الشخص الثاني، هذا صحيح؟ يتفاعل مع إفرازات الواحد. طبعا في اشياء كثير بتاثر على ريحه العطر، يعني من شخص لشخص راح بيتغير حسب اول شيء حموضيه الجلده. يا اما اذا الشخص عنده اكثر، اذا الجلد مدهنه يا اما لا، هذه شغله بتاثر على الريحه، بتاثر على قديش راح بيضاين العطر على الجلد. بس كيف يعرف هالشيء؟ لانه عاده لما بنشتري مش انه نحط اليوم وبنرجع بعد اسبوع نقرر نشتريه. أيوة. ولا لا، احنا بساعه الساعه بنحط العطر، عجبتنا ريحته هيك ثلاث دقائق بتاخذ معنا بنشتري القنينه، يعني في لازم. أيوة. طريقه ثانيه. هو الطريقه السليمه لاختيار العطر كيف؟ اذا نحن شميناها على حد قلت لي انه ممكن تكون مختلفه، في طريقه معينه لاختيار العطر طبعاً. المناسب؟ أكترية الزباين بيدخلوا على المحل بيجربوا العطر، بيجربوه على إيدهم، بيجربوه على لبسهم، وبعدين بيروحوا ساعة ساعتين بيشوفوا كيف بيتغير العطر، لأنه هو العطر عنده مراحل. فبيقرروا يشتروه بعد ما يضل عليهم شوي، إذا حبوا كيف بيضل على المدى الأطول بيرجعوا بيشتروه. الواحد قليل يقرر إذا حب العطر بالدقيقة نفسها، لأنه العطر هو عنده مراحل ثلاثة وبتغير كتير مع الوقت. يعني أول كم دقيقة واحد بيشم يلي بيسموه العلامات الرأس الهيد نوتس، بعدين علامات القلب، بعدين علامات البيس نوتس يلي هي بتضاين على فترة أطول. فلما يتطور العطر شو راح بيضل على الفترة الأطول طول النهار؟ هني البيس نوتس يلي راح بيخلوا هالعطر يعطي شخصيته. شفت مرة بدبي وصل أغلى عطر بالعالم، هالعطر اللي بلندن I think الشركة، والناس مبسوطين فيه وغالي كتير وأغلى عطر بالعالم. شو بيخلي العطر يصير كتير غالي؟ شو اللي فيه بيكون بقلبه؟ كيف طريقة التصنيع؟ العطر اللي عم تحكي فيه هو عطر كلايف كريستيان. مزبوط. وهذا العطر موجود عندنا بباريس جاليري بالمنطقة كلها، وجبت لكم بس لتشوفوه. لا هو؟ هذا موجود هون قدامكم. ايه يلا خلينا نشوفه شو بخلي. هلا جعفر ما رح يرجع فيه، هيدا هلا انت بتهتم فيه وانا باخذه وبهرب. اوكي تفضل تفضل. شو بخلي عطر يكون غالي؟ هو اول شيء مكوناته. فيك تحمله زي بدك. العطر هلا هيدا هو عطر كلايف كريستيان، هيدا العطر المستخدم من الملكه نفسها بانجلترا. ويلي بيخليه يكون أغلى عطر بالعالم هو طبيعة مكوناته. العطر اللي بيخليه يكون غالي إنه مكونات تكون طبيعية، وهذه المكونات كتير صعب واحد يستخرجها وكتير غالي، وحتى في مكونات قد ما تدفع ما فيك تحصل عليها، لأنه كل سنة بيطلع كمية قليلة كتير منها، فبيطلعوا أسعارها كتير. ليش المكونات الطبيعية غالية؟ لانه اول شيء نادره كثير، وبعدين هي بتخلي العطر انه يضاين اكثر بكثير، ويكون عنده يعني ما نسبيا للمكونات الاصطناعيه الطبيعي بيكون عنده كومبلكسيتي، يعني بيكون اكثر غني، ما بيكون بسيط. المكونات الاصطناعيه بتكون بسيطه، بنشم بس ريحه واحده، بينما المكونات الطبيعيه بتعطي اهميه اكثر بكثير للعطر. فهيدي واحد من الأسباب. تاني سبب هو التركيز، يعني العطر الغالي بيكون مركز أكثر بكتير من عطر تاني موجود بالسوق بالنسبة 3-4 مرات، فهذا بيخلي سعره يكون أغلى. وأخيرا بيكون كل البقية، يعني القنينة، الغطاء، لكلايف كريستيان يلي جبناه على دبي سنة الماضي، القنينة طبعا كانت كريستال وكان فيها ألماز، والغطاء هو ذهب. بس اللي بيخليه يكون اغلى شيء هو طبعا العطر نفسه. مهم يكون نادر العطر، ما بتشمه عند مين مكان وبتعرف انه هاي ريحه فلان وبتكون مميزه، ولا هذا سبب ثانوي بيكون ل... هيدي كل شخص بيحب يكون يتميز بالاشياء بيلبسها، الاشياء اللي بيجيبها. فكتير عالم بيحبوا انه ينقوا عطر ما يكون كتير دارج. طبعا لازم عطره يعجبوا الناس بشخصيتهم، بس بحبوا انه يكون
هذا العطر الناس لما يشموه يقولوا شو هيدا، مش يعرفوه، لأنه إذا كان ريحته مثل كل بقية العالم ما بيكون هو عم بيتميز، بيكون ما بيكون سبيشل. في ناس بس تسأله ما بيحبوا يجاوبوا على السؤال، تسألهم شو هالعطر ما بيعرفوا. طيب أنا كيف أقدر أميز أو أميز بين العطر الرديء، ولأن الحين ما شاء الله نسبة التقليد وانتشار العطور المقلدة في السوق منتشر بشكل كبير، أنا كيف أقدر كشخص أميز؟ هل أنا لازم أشتري من محلات مثل محلات باريس جاليري، محلات معروفة، ولا لأن هناك أنا لاحظت أنه كثير من البراندات في تفاوت في الأسعار، نفس البراند تلاقيه في محل غير سعر في محل آخر. أول شيء لما تشتري من محل معروف مثل باريس جاليري بتعرف أنه راح تشتري إشياء مش مقلدة. ثاني شيء بسرعة واحد بيلاحظ لما يستعمل عطر مقلد ما بيضاين أكثر من بضع دقائق يعني. تركيزه بيكون أخف بكتير، ولما الواحد يستعمل بصير يعرف بين يعني بصير خبير، وبالمنطقة عندنا الزبائن خبراء، قد ما بيستخدموا العطور صاروا يفهموا أكثر من البياعين وأكثر من حتى المصممين أحيان. يعني بيعطوا رأيهم وبيشاركوا بتصنيع العطور. يعني في أحيان شو بيعملوا شركات لما عندها عطر صار له زمان كتير بيغيروا بالمكونات لأنه ما عم بيقدروا يلاقوا بقى مكونات طبيعية. مثلا في عطور فرنسية كانوا يصنعوها من 100 سنة لهلأ وبعدها موجودة، بس في لها مكونات كانوا يستخرجوها من حيوانات، أول شيء صار ممنوع الشغلة وبعدين ما بقى يقدروا يلاقوها فغيروا بالتركيبة، فحسوا بالفرق دغري الزبون بيحس رأسا ما بيعود يحب يستعمله. هلا هيدا العطر أدي سعر الأنينة؟ هلا هيدا الأنينة سعره 2200 درهم. هلا هودي هيدي تشكيلة، بس العطر الأغلى واحد بالعالم حقه 500,000 باوند مش درهم. هيديك يعني صنعوا بس 3 بالعالم وما بقى فينا نشتري، يعني بس موجود للعرض. بس كلايف كريستيان هو الصنف يلي عنده أغلى عطر بالعالم، وراح بتلاقي بالتشكيلة العطور راح بتكون أغلى من غيرها لأنه عندها هالنسبة الجودة. هلا النجوم وكبار الشخصيات صاروا بيعملوا عطورهم لإلهم، يعني بيروحوا عند بيوت تصميم عطور وبيختاروا شو بيحبوا يشموا بعطرهم وبيصير عطر على اسمه، مش للبيع بس لاستعمال شخصي. بتصير ايه، في عندك شركات هي بتصمم لزبائن، شركة مثل جيرلان مثلا اللي هن مصممين فرنسيين من زمان بيعطوا هالخدمة انه فيك تجي وتختاري انت تركبي العطر تبعك، طبعا بيصنعوا لك بس لإلك كمية، واكيد الخدمة كتير غالية، بس بتعرفي انه هيدا العطر لإلك ومسجل وما حدا رح بيقدر يستخدمه بالعالم. طيب اكيد اكسكلوزيف يعني. في مشكلة طيب دائما تواجه الناس، وين الاماكن الصحيحة السليمة لرش العطر حتى تدوم الريحة بشكل اكبر؟ في اماكن معينة الواحد ممكن يستعملها في جسمه بحيث انها تعطي ريحة للعطر بشكل مختلف؟ في أماكن في بعض مع الثوب، في بعض لا عند الأماكن الوريد أو الرسغ، أو وين بالضبط أنت؟ هو تقليديا بيقولوا بيرشوا العطر على الأماكن اللي نقطة الحماوة مثلا، هون محل الرست يما ورا الدينان، هيدي الطريقة رح منقول يلي بيستعملوا البرفيوم بيحطوا نقطة هون نقطة هون. اليوم وهو يعني هيدي الطريقة اللي بيعلموها انه هيك بيرشوا، بس اليوم الناس بتحب ترش على تيابها وبده واحد ينتبه ما يرش على اشياء مثل الحرير. بس في ناس بيرشوا على تيابهم وبيخلطوا كمان على تيابهم، مثلا في عنا كتير زباين من زباين الخليج بيخلطوا العود وعطور تانية من اصناف تانية ما دخلها، بس هن شو عم يعني عم بيركبوا وبيطلع اشياء كتير حلوه احيان. في واحد يحط عطر على الشعر بكميه قليله كمان ما في مشكله، بس في احيان الناس عندهم حساسيه لازم يجربوا نقطه اول شيء ليتاكدوا انه ما في عندهم حساسيه، بعدين ليستخدموا على بقيه الجسم. شكرا كثير عادل حمدان على وجودك معنا وعلى هالروائح الطيبه اللي بعد ما شمينا منها شيء. بس هلا خليني نروح عند روني وشويه اخبار تكنولوجيا وبرجع لشوف شو روني كيف موضوعنا.